نبدأ بحمد الله ونستعين به ونستغفره ونطلب الهداية منه سبحانه. نرجع ونأكد أنا لا تاجر موز ولا تفاح ولا أي فاكهة تانية، ولكن الأبحاث العلمية بتأكد ضرورة تناول الموز يوميا. الموز غذاء كامل متكامل بشكل لا يصدق، وعند مقارنته بالتفاح مثلا فبنلاقي الموز بيحتوي على 4 مرات أكتر بروتين ومرتين أكتر في محتوى الكربوهيدرات، وخذ عندك كمان 3 مرات أكتر في محتوى الفوسفور و5 مرات أكتر في محتوى فيتامين ألف والحديد. ضيف لكده 2 مرات أكتر في الفيتامينات والمعادن، وهو غني بالبوتاسيوم بشكل لا يصدق. الموز بيمد الجسم بالطاقة الحرارية، بحيث أثبت بحث علمي إن موزتين بس يمكنهم تزويد الجسم بطاقة كافية للقيام بتمرين رياضي مدته 90 دقيقة. علشان كده الموز بيعتبر من الفواكه المفضلة للرياضيين البارزين. ولكن الطاقة مش العنصر الوحيد اللي بيقدمه الموز، الموز كمان بيمنحنا النشاط والصحة وبيساعدنا على التغلب على عدد كبير من الأمراض، وأولهم تحسين الحالة المزاجية وعلاج الكآبة. ووفقا لدراسة جديدة على عدد من الأشخاص المصابين بالكآبة، شعر كتير منهم بتحسن بعد تناولهم الموز، بحيث بيحتوي الموز على مادة التريبتوفان، وهو نوع من البروتين بيحوله الجسم بعد كده لهرمون السيروتونين، وهو اللي بيمنح الجسم الراحة والاسترخاء. ضيف لكده انه بيحسن المزاج ويجعلك تشعر بالسعادة. الموز كمان بيعالج آلام وأعراض الدورة الشهرية، فتناول الموز قبل وخلال الدورة الشهرية بيعمل على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، واللي بدوره بيحسن المزاج ويمد الجسم بفيتامين B6 ويهدي الألم. الموز كمان بيعالج فقر الدم ويظبط ضغط الدم، وده طبعا بسبب احتوائه على مستويات عالية من معدن الحديد، فبيقوم الموز بتحفيز انتاج الهيموجلوبين في الدم ويدعم المعادن فيه. الفاكهة الاستوائية دي عالية جدا في البوتاسيوم ولكنها قليلة الصوديوم، واللي بيجعلها مثالية لمكافحة ضغط الدم. الموز كمان بيحفز قدرة الدماغ. في دراسة شملت 200 طالب تم إعطائهم الموز في وجبة الفطار والغداء، أثبتت الدراسة إن الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم دي حفزت القدرة الدماغية عند الطلاب للتعلم أكتر. الموز كمان علاج فعال للإمساك، بيحتوي الموز على مستوى عالي من الألياف القابلة للذوبان، علشان كده فإدخاله ضمن الحمية الغذائية بيساعد على تعزيز عمل الأمعاء الطبيعي. كمان هو بيساعد على التغلب على الاكتئاب من دون اللجوء لأدوية مسهلة، وهو كمان من أفضل الأطعمة المناسبة للي بيعانوا من التهاب القولون التقرحي. الموز كمان بيعالج حموضة وقرحة المعدة. الموز له تأثير طبيعي على معدل الحموضة في الجسم، وبينصح بشكل عام بتناول الموز للتخلص من الحموضة. بيستخدم الموز لعلاج الاضطرابات المعدية بسبب قوامه الناعم، ويعتبر الموز الفاكهة الوحيدة اللي يمكن أكلها من دون مشاكل في الحالات المرضية، بحيث بيحيد حموضة المعدة ويخفف من التهابات بطانة المعدة. الموز كمان علاج لغثيان الصباح عند الحوامل، والأسطورة بتقول لا غثيان في الصباح مع الموز. دور الموز في تهدئة المعدة بيعمل على نشر الراحة في الجسم، إضافة لكده هو مغذي فعال للجنين. يمكن كمان استخدام الموز كمضاد التهابات لعضات البعوض. وقبل ما تفكر في الكريمات والمراهم، في طريقة أسهل وأفضل، والطريقة بدعك وفرك عضات البعوض بالقشرة الداخلية البيضة للموز، واللي بدوره بيعمل على تخفيف الإحمرار والتورم. الموز كمان غني بفيتامينات من مجموعة ب، واللي بتعمل على تهدئة الجهاز العصبي. ضيف كمان للفوائد العلاجية ان الموز بيمنع زيادة الوزن، وده اللي وجدته دراسات قام بيها معهد علم النفس في النمسا، بان ضغط العمل بيؤدي لتناول اطعمة مهدئة زي رقائق البطاطس والشوكولاتة، بحيث وجدت الدراسة ان سبب بدانة 5000 شخص كانت على الارجح بسبب ضغط العمل. وعلشان نتفادى شهوة تناول الطعام، محتاجين نسيطر على مستويات السكر في الدم، وده عن طريق تناول وجبات خفيفة عالية في محتوى الكربوهيدرات والفيتامينات المغذية، واللي بتكون على فترات أفضلها كل 2 ساعة.
وكان الموز الفاكهة الأكثر ملائمة لتحقيق الأهداف من الخطة دي. يمكن استخدام الموز كمان للسيطرة على درجة الحرارة. بتعتقد العديد من الثقافات التقليدية إن الموز يمكنه خفض درجة حرارة الجسم الطبيعية، وخاصة عند أعراض الأمهات الحوامل. في تايلاند على سبيل المثال بتاكل النساء الحوامل الموز لضمان ولادة الطفل في درجة حرارة معتدلة. يمكن استخدام الموز كمان لعلاج التدخين. أثبتت عديد من الدراسات إن الموز ممكن يساعد الأشخاص اللي بيحاولوا الإقلاع عن التدخين، وده بسبب احتوائه على فيتامينات B6 وB12 إضافة لغنى بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، فهو بكده بيساعد الجسم على التعافي من تأثيرات انسحاب النيكوتين. الموز من أكتر الفواكه اللي بتخفف الإجهاد. البوتاسيوم معدن حيوي وبيساعد على جعل نبض القلب متوازن، وبيحفز كمان إرسال الأكسجين للدماغ، كمان بينظم توازن الماء في الجسم. في حالة إرهاق الجسم فإن مستوى الأيض بيرتفع، واللي بدوره بيخفض مستويات البوتاسيوم في الجسم، ويمكن إعادة توازن الجسم بتناول الموز الغني بالبوتاسيوم. وآخر فايدة معانا في القايمة إن الموز وقاية للسكتات القلبية. وفقا لبحث في مجلة نيو إنجلاند الطبية، فإن تناول الموز ضمن حمية منتظمة ممكن يقلل خطر الإصابة بالسكتات القلبية بنسبة 40%. في النهاية بنأكد إننا عند حسن الظن من تحقيق المعلومات المقدمة من مصادر موثوقة ومعتمدة. ما تنسوش تعرفونا في التعليقات إن كانت المعلومات مفيدة ليكم بشكل عملي ولا لا. وبس كده نكتفي بهذا القدر ونراكم على خير.